جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين يرفع سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. المنفرد يدخل مع الإمام لأنه يعني سيقول سمع الله لمن حمده، بينما المأموم فماذا يقول؟ فيقول سمع الله لمن حمده، وإذا استتم قائما يقول ربنا ولك الحمد كما هو صنيع الإمام والمنفرد. قولان لأهل العلم، الشافعية يرون أنه يقال سمع الله لمن حمده، وعند الاستتمام قائما يقول ربنا ولك الحمد، وهذا يختاره الألباني رحمه الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى هكذا. والقول الآخر وهو الصواب أنه يقول أعني المأموم إذا أراد أن يرفع ربنا ولك الحمد، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فيكون هذا الحديث مخصصا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي.